لا وانت السيد ده جدك يا سيدي عمال يزقلنا بالطوب يزقلنا بالطوب من بالليل. انا مش فاهمه ايه لازمه الثوره الصامته دي، ما يقدم مذكره بطلباته. هو معتصم ولا ممتنع عن الاكل ولا حاجه؟ تقريبا. وبعدين بقى؟ ما تقلقش احنا بعتنا له متحدث رسمي باسم العائله عشان يعرف طلباته ايه. وقف عليهم زنازين وبراكين. زنازين ايه بس يا بابا ستو؟ طب ايه رايك تبيع الزنازين دي للسجن او تكسب فلوس بدل ما انت عمال تخسر كده؟ بس يا هبل بس يا هبل سجن بس يا هبل. طب قول لي بس يا عم، قول لي دلوقتي في حد داسلك على دين؟ ولا ده انا ادوس على ديول عيلتك كلها. شمبانزي شمبانزي يا ده شمبانزي. امال ايه بس اللي مشعرك كده يا عم بقى؟ انت بتنرفز عليا وبتعلي صوتك عليا. هما دول الناس دول كانوا كل يوم بيبعتوا لي اربع حتت لحمه، النهارده بعتوا لي ثلاث حتت لحمه بس. ايه ده ثلاث حتت لحمه بس؟ يعني مفيش فراخ ولا كباب حله ولا حوشي؟ ولا تبقى تجي لي انت كل يوم انا احط لك شويه اكل واحط لك شويه سريس واحط لك شويه حب. حب؟ حب الشباب ولا حب العزيز؟ لا حب يضربك بقى. لا 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 بابا زيد لا 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 خش يا صرصار خش يا صرصار. ايه هتضربني ولا ايه؟ خش يا صرصار. ماشي ماشي. هي يا ابني مالك في ايه؟ لا مفيش، مرات عمي بس اسلامها الدمويه رد في وشي عشان كلت. يعني كلت؟ كلت ايه؟ دي رانيا هي اللي طبخانانا النهارده. يا حبيبي ليه تعمل في نفسك كده بقى؟ يا ريت يا ريت والله كلت ابو رانيا، ده انا كلت ضرب مربح من الراجل اللي ورايا. الراجل ده الحقيقي 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 ضرب مربح. انت لسه شفت حاجة يا صرصار؟ ماشي ماشي. وفين الواد الهفا اللي اسمه عادل؟ راح الشغل. مرات عمي والله العظيم انا دولة وحشني قوي والله. انا هروح له دلوقتي علشان نار دولة ولا جنة الراجل اللي هناك ده. وانا مرات عمي والله العظيم. ماشي ماشي يا بابا ستو ماشي. خد يا صرصار. ناولين المقاشة يا نعم، ناولين المقاشة. حاضر حاضر يا بابي. ايه يا رورو مالك حبيبي؟ واي ار يو سو نيرفس كده اهو؟ هو نيرفس ولشوفك يبقى نيرفس. وعارفة ولو الواحد كان نيرفس ولو ما يشوفك وانت عاملة ايه؟ ميرسي تشي تري جونتي. طب ما تقومي كده بقى قمر يا حلو وتمشي قدامنا كده عشان الواحد يتفرج على الفيديو كليب. نوتي 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 بابي. وايه وانتوا فين الاكل امال؟ وبعدين انتوا قللتوا اللحمه بتاعتي وبعتين لي ثلاث حتت وليه؟ بس الفلوس على القد. طب على قدكم انتوا، لكن انا بالي. وانتوا هتورثوا وانتوا هتورثوا هتورثوا، عارفين هتورثوا كام؟ كام كام؟ مين اللي قال كام؟ انا اللي قلت كام. انا اسفه انا اسفه ان انا قلت كام. هي الولايه دي تبع مين امال؟ حبيبي حبيبي تبعي انا انا انا. انا خلاص تغلط براحتها. جميل انت قمر يا عسل وطحينه، وهاتوا بقى ايه عيش سخن ونغمس. عارف يا بابي؟ انت عارف ايه؟ النفقه بتاعتي اتقطعت. هو يا هو يا هو مين اللي قطع امال؟ الموكوس سعيد طليقي. وطلعك امتى؟ وانتوا قلتوا لي، انتوا قلتوا لي ولا قلتوا لي؟ اللهم انا قاعده هنا ليه؟ قاعده هنا ليه بقى؟ انا هقول لك يا رورو يا حبيبي. اصلي الراجل اللي طلقها ورماها بره البيت كده بالجزماتوس، ها؟ يعني قطع عليها النفقاتوس بتاعتها، وهي بقى عايزه واحد راجل بعدلات كده عشان يوقف لها وعلشان ياخد حقها. برضه مش هتتجوزي بابي. وانا برضك بابي يعني. وهقفلها بقى وهقفله. طب وهقفله فين الراجل ده؟ هو عنوانه سبع شارع البرانسيون. برانسيون؟ واروح شارع البرانسيون؟ روح شارع البرانسيون يجيلي شارع البرانسيون وانا اقفله، وانا اقفله شارع البرانسيون. ما هو بيخاف منك وبيهابك من يوم قرايه الفاتحه وبيعمل لك الف حساب. الف حساب؟ والف وحساب وجغرافيا وحساب مسلسلات وتكاريه ويلا. يا ماما
مش ممكن اعمل اللي انت بتقوليه ده. يا اختي ما تعمليش فيها الابنه الصالحه. يلا انا فعلا يا ماما ابنه صالحه. يا ربي وقلبي غضبانين عليك اليوم الدين لو ما سمعتيش كلامي. بصي سناء مش معقول كده. عايزه اقولك حاجه، رضا الممهات اهم بكتير قوي من رضا البابهات. اسمعي كلام ماما. سناء لو انا كلمته مش هيسمع كلامي، ولو عادل كلمه هيفتكر ان في حاجه. يلا بقى. يا رب سامحني يا رب سامحني يا رب سامحني. ايه فين بس كده النمره حبان عندها على الاي دي وهتعرف ان احنا طلبناها. مش مهم. رودي يا جسمه، رودي يا دور، رودي يا رمه، رودي والا هضطر اهزقك. جزمه رمه لكن تهزقني لا يا شيخه بقى. كرامتي يا ماما. هي دي. يلا الو. ايوه يا منتعي، ممكن اكلم بابا؟ يا زفت الدين المدروقه يصطادوها من على الحيط بشمشم. انا تجيبني من على الحيط بشمشم. انا ما بتجيبش بشمشم يا ماما. ما بيلزقش. ايوه يا بابا. ايوه حبيبتي. بابا بموت يا بابا، بحتضر يا بابا، مش قادره يا بابا، انا سخنه، درجه حالتي 85. هات لي كيس فاكهه وتعالى زورني يا بابا، ده انا بنتك الوحيده. ايوه بس الفاكهه كده تتعبك. بقول لك حاجه، اسمعي، خدي سبرينج. بابا استنى استنى، كنت عايزه اقول لك حاجه مهمه. انا متصله عشان اقول لك في جمعيه يا بابا عاملينها ب 100 جنيه في الشهر لمده 80 شهر، ومش لاقيين حد يقبضها الاول. كده 10 دقايق وابقى عندك. اول ما عرف ان انا تعبانه ومش قادره قال لي جايلي الطيران وهجيب لك معايا كل الفاكهه اللي انت بتحبيها. يا سلام. حنين يا نينو. بيحبني قوي اصله. بابا. فينك بقى بركات؟ وفينك سعيد يا عمي؟ سعيد. اه سعيد. وفينك وفين ايامك وفاكر والطاوله والطاوله وجهار وشيش وياك و... بابا خش في الموضوع. ومش كان في بنت اسمها شرح كنت تعرفها ما كنت بتجوز البنت بنتي؟ طيب انت معاك تليفونها؟ معاي. طب بصوري بقى بصوري. لا سيبك منها، انا عندي ليك واحده كده ما تضربش لسه فيها مفك. وسمعت طبيب ولا ايه؟ وانا ببيعلك اباجوره. بابا خش في الموضوع. خش انت جوه، انا ما عنديش ستات يقفوا في وسط الحريم. يلا اتكل على الله جوه. يلا وانت عامل ايه بقى؟ وازيك يا رؤوف؟ واخبارك ايه؟ سعيد يا عمي سعيد. طيب خد يا بت، خد يا بت، انت يا مترنك، يا مترنك اخضر، تعال خد. مش فاهمه حضرتك بتوجه النداء ليا انا؟ امال يعني يا لبك؟ ما هو حضرتك لو عايز مامي انا ممكن اخش اندهلك عادي يعني. لا روحي اعملي لقمه للراجل الغريب اللي ما اعرفوش. لا لا يا عم ربنا يخليك، مش عايز اكل. لا متشكر. الا طبيخ رانيا. لا بلاش طبيخ. طب روحي يلا، روح على الدوبك اجري، ومش عايز حد يروح. الصحه ما عادتش مستحمله يا عم رواش. وانت اخبارك ايه دلوقتي؟ انا الحمد لله كويس، بس من طعم مراتي حصل لها مشاكل من تحت طبيخ رانيا. وحصل لها ايه من طعي؟ كلت الطبيخ من هنا، شعر راسها كله وقع على الارض من هنا، اضطرينا نجيب لها باروكه وبنسدد في ديونها لغايه دلوقتي. يعني مراتك بقت قرع وراي المثل، يا قرع رخ رخ على مطرت بنت وخالتي. امال فين سناء؟ سناء بنت بنتي وبتنظف الاوضه بتاعتي والفوق. عايزه ليه؟ اصلها كانت قالت لي اجي اقبض جمعيه، فقلت اجي اخلص المصلحه دي وامشي. طب دلوقتي وانت ليه مصاهين وعلى النفقه؟ لا 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 عيب عيب، ما تقولش مصاهين. مصاهين ده ايه؟ انا مستنطع. انت عارف منطعي والباروكه واخده مني فلوس كتير. يعني انت عشان ما تشوفش الباروكه وتشوفها قرعه واحنا نجوع من الموت؟ طب ونعمل ايه بس؟ لا ده بص، لا انت لازم تجيب الفلوس بتاعت النافع. ايه ده؟ انت بترفع عليا السلاح؟ وغزك وغزك، وانت فاكر يعني ان انا زهايمر وعجوز؟ لا ده انا غزك واطلع لك كرشك ده وغزك. عارف اعمل ايه؟ قلبه بجد؟ خد جزمته؟ الساعة؟ حتى سجاير والولاعة؟ وعلق حلمه على الشماعة؟ الله، هو كان بيقلب محمد منير ولا ايه؟ أبا طبعا فرحان، أنا مالي يعني، جدي يقلب أبويا أنا مالي، المهم حد فيهم يتعور في حاجة. ماشي
سلام سلام. ايه دولة، هو بابا ستو ارتكب جريمة تانية؟ لا يا سيدي، قلب بابا وخد محفظته وخد كل حاجة معاه. هلا طب وانت دولة بقى هتسكت ولا ايه؟ مش اشكال انا اسكت ولا ما اسكتش، المشكلة ان بابا يسكت، ولو بابا سكت سلوى منطعي المشكلة ان هي اللي تسكت. هو فين؟ هو فين ابن دراتي اللي مش عايزة تبعد عن سكتي؟ يا دهوتي يا دهوتي حبيبي. ايه ده، انت بتقولي شعر زي دولة؟ طب اتفضلي اتفضلي. وحضرتك عامله كده ليه في شعرك؟ يعني انت جاي من فرنسا ولا ده مسبوغ ولا ايه؟ ده فاشون شوز يا حبيبي. ما انا بعد ما اكلت من ايد المدعوه امراتك شعري ضرب باظ اتبهدل، جبنا الباروكه دي وضربتها كده على دماغي. طب شفت، انت اكلتي من ايد المدعوه امراتي مره واحده وحصل لك كده؟ انا باكل من ايديها بقالي 10 سنين ما صعبتش عليكي. يا حراميه يا نور، انا مش همشي من هنا لما اخد الفلوس اللي قلفته فيها الراجل. فلوس ايه ده؟ بيقولوا لقوا في المحفظه بتاعته 40 جنيهات. يا سلام، والساعه كازلك والسونسيال والسلسله. السونسيال والسلسله؟ ده انت بتتكلمي فرنساوي زباله، انت كنت فين في فرنسا؟ بص بقى حبيبي، انا مش ماشيه من هنا الا لما اخد حق جوزي على داير ملين. طيب حضرتك خدي حقه من اللي خده منه مع جدي. لا حبيبي لا، انت طيب غلب تيجي معايا سكه، انما التاني لا شرس. طب حضرتك يعني بصي من الاخر، يعني انا معيش فلوس. ايه ده ايه ده دولة، معكش فلوس ايه يا عم؟ انت خاف تتحسد يا دولة؟ دي يا دولة مرات ابوك، يعني في مقام والدك والخال مقام ابويا بس يلا يا رمزي، بس يا بص يا ست معيش فلوس. حبيبي انا شم بقى ريحه استخفاف على استعباط على استحقاد. انت قلت ما معكش ايه يا دولة؟ قلت معيش فلوس حضرتك. ايه ايه يا دولة بقى ايه يا عم، بطل كدب بقى، ده هو الكدب البانة في بقك. حضرتك والله انا في غايه الانعزار من دولة يعني، بس هو اكيد بيهزر على فكره، احنا حضرتك معانا فلوس كتير الحمد لله، ويا ريت تكفي. لحظه واحده، حضرتك محتاجه كام يعني؟ بتعمل ايه 4000 جنيه جنيه ينطح جنيه بسيط. اوعى يا عم يا كداب. اتفضلي 5000 جنيه وفي 1000 جنيه زياده علشان لو حصل اي كدب ولا حاجه وما تلاقيتنيش، انا تحت امر حضرتك. اسفخس عليكوا علم ما تجيش غير بضرب الكوتشي. سلام يا حبيبي. مع الف سلامه مع الف الحمد لله خرجتك من الازمه. هو انا دولة، ابقى اتعلم بقى حاجه مني بقى يا دولة بقى، الامانه سر النفاق. انا بحبك قوي يا رمزي، انت جميل يالا. ربنا يخليك يا دولة. انا على فكره ماما كانت بتقول لي كده برضو، كانت بتقول لي يا رمزي انا ما خلفتش غيرك. وهي كانت خلفت غيرك؟ لا. رمزي انا مفروض بقى في حاجه زي اللي انت عملتها فيا دلوقتي، وفلوس طلعتها وبتاع. مفروض اعمل فيك ايه؟ المفروض طبعا تضربني عشان انا عملت لك مصيبه كبيره. مفروض اضربك؟ طب ايه رايك بقى رمزي، انا مش هضربك. لا يا دولة لا ما تقولش يا دولة، اضربني بقى وخلصني يا دولة والنبي. مش هضربك يا رمزي. يا دولة اضربني بقى، اضربني اضربني. مش هضربك يا رمزي مش هضربك، وغور من خلقتي بدل ما اضربك. فعلا عتاب الندل اجتنابه. وانت بقى هتعمل ايه في الفلوس اللي خدتها منك البت القرعة دي؟ هات يا كروديا يا كروديا. ما انا جاي لك عشان كده يا جدي، يعني يا ريت نرجع لهم الحاجة اللي انت خدتها وناخد فلوسنا. ترجع لهم حاجتهم واحنا خدنا بينهم حاجة؟ احنا ما خدناش بينهم حاجة لحد. بص شفت الساعة دي اللي هي كوسترايز توست؟ ايه ده، الله وريني كده. ايه ده يا عم، دي الساعة دي ب10 جنيه وهم مخدوا 5000 جنيه، يعني يجيبوا بهم 3 ساعات بس. يا اهبل. بابي اتصرف، دول خدوا كل حاجة واحنا ما خدناش حاجة، يعني هم اللي كسبانين. خلاص وما تقلقوش، احنا هنعمل قعدة عرب بقى، وعرب بكل حتة، يعني عرب من ليبيا وبين الخليج، وعرب وعايزين عرب بالمغرب. انا مرة كنت في المغرب وكان وعرب يلا. شوف يا حاج رواش، انا اللي جابني هنا بعد المقلب السخيف اللي انا خدته منكم المره اللي فاتت ان انا بعزك جدا، ده بالاضافه ان انا جايب معايا البوبي جارد بتاعي. يا حبيبي، واللي له شوف حاجه يعملها، واللي حصاني كسرني، واللي فسحني كسحني. حبيبي
اللي انت جايبها وعايزه مسمار في لسانها ويعني وزغبط ولولولو وحبيبي وايه ده؟ بص يا بابا جدو احنا اللي لينا حبيبي خلاص اخدناه خلاص. يا سلام وخلاص. طب وبنتي والنفقه وقفلها عشان النفقه؟ عدها المحاكم. تروح المحاكم هناك في القاضي. يا قاضي يا قاضي حبيبي. وفي قاضي وفيني ومحاكم وعيلتين وعيله واطيه وعيله واطيه ويروحوا محاكم وبوليس ولا يعني بص احنا بص نلعب دومنا نلعب دومنا على الفلوس واللي يكسب ياخد الكرشينه ويلا. ايه اللي انت بتقوله ده يا باب؟ يمكن نخسر. مين اللي يخسر؟ ده انا مره وانا في المغرب وكان في 4 سحرة وجم لعبوني وتعبان ورحت اخدت تعبان ووديته. طيب نعمل ايه يا منفع؟ لعبه ده بقى راجل اعمش يمكن نطلع بالشقه. عرسه جت في البيت. يا بابا اهو انا عرسه بقها. يلا العب. يلا يا حبيبي يلا خد سيف وكمان سيف. هات الواد. الله ده شبهك بالظبط شبهك بالظبط يا بابا ست. بص مين وبعدين منطقه هنعمل ايه تاني؟ العب على البت. البت في الحلم دنيا. دنيا بنت اختي. دخلت بقى تاني. خد سيف. السيف؟ سيف ابن اختي. خد سيف. خد سيف. هات البت. خد البت. الله كويس بقى ان الواد جه الاول عشان يشكمها البت دي. صحيح انت دمك كده حرق دمي. اسكتي شويه مفيش غيره. يلا خد سيف. سيف كمان. سيف وسيف وكمان. هات الشايب. شفت يا منطعي احنا بنتقطع. انت حبيبي لوحدك اللي بتتقطع عشان انت موكس. اوعى انا اللي هلاعبه. خش عليه. هات الكوشينه حبيبي. طب ابعدي طبعا عشان الحاجات دي فيها حاجات ممكن تسرق يعني. وعايز الكوشينه وانا هلاعب واحد ست. وهاتي طيب وهاتي واحد على قدك بقى وهكسبك. هكسبك برضه. يعني وده كرم الضيافة عشان احنا كرم الضيافة او كرم الضيافة. وهاتي 7 ترفل وهغلبكوا ان شاء الله. احنا اللي غلبنا حبيبي. هقطعه ما انا منطعي. خدي طيب ادي اهو حقك ودول بتوع علاوي. يلا العبي. عايز حقي انا. عايز حقي. اصبر العبي العبي. امسك دي. ايوه كده تعدل لي حبيبي. هاتي 5 6. ايه هاتي 5. طيب طب 5. هات حبيبي. هات يا روحي. خد يا سعيد. خد بينا اغنية. خد عشان تشوف بيها ال يا سعيد. خد يا سعيد. هاتي ايه يا حبيبتي؟ عندكم حاجة تانية لسه ما خسرتوهاش يا بابا جدو؟ هاي يا خمسة يا قلب. خمسة وخمسة في وشك. حبيبتي. كسبني يا سعيد كسبنا. بصي يا نعم ما عندناش غير التلاجة بقى. احنا هنلعب على التلاجة و يلا. لا يا بابي انا هلعب على ده. كان هداهولي المحروس. هلعب عليه يا تاخديه يا تخسري كل حاجة. يا موكس كنت بتهديها يا حبيبي عملي لفيف. ماشي بقول لك ايه يا حبيبتي انا ما بحبش حاجه جوزي تبت بره في ايد حد غريب.
يكسبوا يخسر كل حاجة. ولو خسرتي يا حبيبتي هناخد الباروكة. فرصة يدبسوا في قصتها. يلا عايزة ايه؟ حاضر حبيبتي. ها هات النضارة يا حبيبي. انا سمعت والله بس عشان ما اعرفش امشي. وهاتوا الفلوس كلها والا الباروكة. الا الباروكة. اوعى اوعى ولا امشي. اوعى الحق يا سعيد. اهلا اهلا. ازيك يا بابا؟ بابا انت خليت فيها بابا؟ طب وانا مالي؟ طب يا بابا طيب انت مالكش دعوه، انما جدك، جدك السوسه ده الله يجازيه كسر شمختي وعر راس منطعي. يرضيك يرضيك يا استاذ عادل ان ينزفوني في الشارع ويحدفوني ببذر الزيتون ويقولوا الوليه المهروشه هي الوليه المهروشه هي. ولا 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 انت مالك انت مالك؟ يرضيني ما يرضينيش طبعا يعني. طب وانا اعمل ايه؟ طيب خدوا كل حاجة ورجعوا لي كبريائي. ده شعر المرأة يفقد جمالها. يفقد ايه الانتخابات اللي دخلاها دي؟ عارف عارف يا عادل، انا من ساعة ما خدت الباروكة بتاعت منطعي والله يا ابني ما انا عارف ابصلها من اني ناحية. انا لو منك يعني ما ابصلهاش يعني. طب حضرتك يعني يا بابا بص، احنا ممكن رجع لها الباروكة ورجع لها كبريائها واليوفط وكل حاجة، بس عندنا شروط. انا موافق على الشروط، بس ارجوكوا رجعوا باروكة منطعي. حاضر يا بابا، هنرجع لها الباروكة ورجع لها الكبرياء ونشوف العيال كمان اللي كانوا ماشيين وراها وبيقولوا كانوا بيقولوا ايه؟ الوليه المعروشه هي الوليه المعروشه هي. ولا 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 انت تعرف مين العيال اللي عملوا كده؟ ايوه دول لما انا كنت معاهم. يا جماعه حرام عليكم، اقفلوا الشباك اللي مدخل الشجره اللي هتموتني دي. تشيتشي يا بيبي، ده انا رانيا يا حبيبي مش الشجره. رانيا بصحيك. رانيا وايه اللي في ايدك ده؟ وايه انت ملبسه الاوضه اخضر فاخضر ولا ايه؟ ايه رايك في المفاجاه الجامده دي؟ هي مفاجاه بس مش لازم تكون جامده يعني. خص عليك يا عادل ازاي؟ ده انا شفت في البروجرام بتاع دهاليز النباتات ان الزرع والشجر مهم جدا جدا لشجره العائله الكريمه. وفي عيله كريمه ساكنه مع العيله كلها ملمومه معانا هنا في نفس القصريه. طب ايه رايك بقى ان انا سمعت ان عدم وجود الزرع في البيت بتخلي العلاقات الاسريه تذبل وتفنى. طب وايه رايك ان انا لو ما كملتش نوم انا اللي ممكن اذبل وافنى؟ تصبح على خير. يا ابني احنا الصبح. قوم قوم. خليكي في حالك يا رانيا. الله ايه تقصدي ايه يا رانيا بقى؟ ما تتكيش يا سنة. الله بقى. بحسب ايه ايه في ايه في ايه؟ عمالين بتخانقوا ليه مع بعض الساعة الصبحية؟ وبعدين ايه ده؟ ايه الزرع ده يا رانيا؟ انت نقلت الزرع لحقتي؟ لحقتي نقلتيه من الاوضه لغايه هنا؟ ده مش الزرع بتاعي يا حبيبي، ده اختك اللي اشترت الزرع ده كله علشان تقلدني. القلوده القلوده القلوده. انا قلوده؟ انت ليه قلوده في وش اخويا واقف؟ خلاص يا سناء. اما لو اخويا غايب هتعملي ايه؟ اوعى بقى. خلاص خلاص خلاص. وبعدين فعلا هي ما عندهاش اي حاجه غلط في اللي بتقوله انت، فعلا قلوده. مين قال كده بقى ان انا قلوده؟ ايوه قلوده. ليه ناس يا هانم؟ اما انا كنت بنزل العب كوره وانا صغير وكنت تحبي تقلديني وتنزلي تلعبي زي اجا، هتخانق مع العيال مثلا واضربهم ولا يضربوني تقوم انت متخانقه معاهم وضرباهم. فاكره ضرباهم عشان بدافع عنك، بحمي عنك. العيال كانت بتضربك وانا اللي بدافع عنك. ده العيال كانت بتحترمك في الشارع عشان انت اخويا. اوعى. عشان اخوك ايه؟ تقول اخو سناء. اخو سناء يا بت بت. بقول لك ايه، ما تضايقنيش وخلاص، انت فعلا قلوده. طب ناسيه لما انا دقني ابتدت تطلع شويه كده وانت كنت مضايقه عشان دقنك ما طلعتش وكان نفسك في شنب؟ انا ايوه انا. ايه عادل بتزعق ليه؟ ماما البي زعلان وبينصر مراته عليا عشان قال ايه انا جبت زرع. ليه يا عادل؟ ما مراتك جابت زرع. لا سوري، زرع عن زرع يفرق. ماله زرعنا يا حبيبتي؟ خليكي في زرعتك يا حبيبتي. الله 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 الله، هتقعدوا تتخانقوا مع بعض وانا واقف؟ خلاص مفيش خشه ولا حياه ابدا. وبعدين يا جماعه ما ينفعش الكلام ده ابدا. والزرع اللي انت عماله بتقولي لي حضرتك مجرد وجود الزرع في البيت بيخلي الحياه الاسريه مش عارف عامله ازاي. فين الحياه الاسريه؟ تعالوا تعالوا يا رجالات، تعالوا تعالوا. برافو عليك يا مامي، انقذتيني. خش عليهم.
انا جبت لكم شويه زهر كومبلوشن في اللوجن ما شفتوش قبل كده في حياتكم خالص. وكده هيبقى الزرع بتاعي اكتر من بتاعكم في اللوشن. وهنشوف بقى زرع مين اللي هينتصر على التاني. ايوه حلاوه شمسنا. عاملين فيها الثلاثي امبارح، جايبين تعزيزات زرعيه من بره ولا ايه؟ شايفه يا ماما جابوا زرع اكتر واحلى من زرعنا يا ماما. ولا يهمك يا حبيبتي، زرعنا ان شاء الله هيبقى احسن. ثانية واحدة. انت قاعد متنح ومغرق الدنيا كده، ايه اللي انت بتعمله ده يالا؟ مش عارف ادوله، الموضوع ده محيرني خالص ادوله. يا ابني انت في حاجه بتحيرك ابدا؟ ده انت اللي محير مصر كلها يا ابني. يا دوله بص يا دوله، انا البصله دي يعني يا عم حطيتها في البطرمان دون، وحطت القطنه وحطت كل حاجه دوله، وبرضك لسه ما زرعتش. عايز تزرع ولا بتخليلها؟ لا يا دوله زرع طبعا يا عم، تخلي ليه يا عم؟ طب وقفل البرطمان ليه يا دوله؟ عشان ما تتسرقش. يا سلام يا ابو الزكاوه كلها، وكنت فين لما ست تماثيل اتسرقوا قدام عينك امبارح؟ خاف على البصله؟ وبعدين لعلمك بقى ممكن البصله دي تتسرق بالبرطمان كله. ايه ده بجد يا دوله؟ طبعا بجد يا ابني، ولعلمك عمرها كده ما تزرع. ليه يا دوله ما تزرعش؟ ليه يا عم بقى ما تفولش بقى؟ لانك مش مقشرها يا اهبل، لازم تقشر البصله. اه يعني فكرك يا دوله لو زرعتها يعني القشره هيطلع؟ اه هيطلع في دماغك، وساعتها بقى تجيب شامبو وميه نار عشان تتخلص من القشر، مش هتعرف. لا يا عم مالناش دعوه احنا بالحاجات دي، سيبك من البصل يا دوله. المهم بقى في دي يا دوله، الحاجه اللي مجنناني يا دوله الزرعه بتاعه الحلبه وبتاعه الفول دي، انا حاططها في القطن وحاطط كل حاجه، القطن المبلبل كده هون، وزي ما الكتاب بيقول اللي هو كمان باين بشكل ده. ايه كمان باين بشكل ده؟ اه دوله مكتوب في الكتاب كده هون، الزرعتين مرسمين كده وقايلين تحت كمان باين بشكل وسهم. يا هبل، كما مبين بالشكل، كما مبين بشكل، وكتاب ايه ده؟ كتاب الزراعة يا عم بتاع ياسمين بنتك. ياسمين، هي ياسمين السبب في ظهور الزرع في البيت وفي البازار. دول انا خلاص بقى جاتلي فكرة دول، انا بص بقى علشان الزرع ده يطلع حلو قوي انا هحط على القطن ده مكراكرون ولا سبغ التبغ؟ حط سبغ الجزم يالا. لا دول ما انا ما عنديش جزم يا عم. اه طبعا الجزم كلها حطيتها في دماغك. دول انا خلاص يا عم، انا هحط بقى كده هون مكركرون علشان بقى الزرعه ما تموتش. ماشي، وبقى شيء يعني بص، شيل شويه مكركروم على جنب كده، هو شويه شاش وقطن هحتاجهم. هتحتاجهم في ايه دول؟ عشان لما تتبطح. هتبطح ازاي دول؟ انا اوريك ازاي تتبطح، تعالى. لا دول لا خلاص. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي الجنينة بتفتح لحد دلوقتي؟ ويا ترى بقى فين الحيوانات؟ دي باين عليها غابة مفتوحة. بتقول حاجة يا عادل؟ لا يا ستي ما بقولش، ويا ترى بقى قطي سبتوها زي ما هي ولا حولتوها لقط الجنايني؟ على ذكر الجنايني فكرتني يا عادل، احنا فعلا فعلا محتاجين لجنايني. لا انتوا مش عايزين جنايني، انتوا عايزين انفار يلموا الدودة يا ماما. عادل كويس ان انت جيت عشان تشوف عامل لاختك الزفته سناء. من غير ما اعرف هي اللي غلطانه طبعا. شوك. من امتى؟ من امتى وانت بتمصرني على اي حد حتى مراتك؟ انا هقول لك عملت ايه. عارف عملت ايه؟ سممت لي شجره الفيكس بتاعتي الغلبانه. ايه ده؟ معقوله؟ معقوله يا سناء؟ امال هناكل طماطم منين دلوقتي؟ انا عملت كده ليه؟ بعد ما هي شدت شجره ودن الفيل بتاعتي بوظتها لي. لا 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 لا، ما انا عملت كده برضو علشان هي قطعت لي شجره البوتس والياسمين بتاعتي. لا الا شجره الياسمين، ده شجره الياسمين دي الوحيده اللي بتضلل عليا حياتي. حرام عليك يا سناء. حرمت عليك عيشتك، الهبل اللي انت فيه ده والعبط اللي انت فيه من جوازتك من واحده زي دي. بصي بقى بصي بقى، انا هتكلم بصدر الرحب علشان انا جوزي واقفه في حمايته دلوقتي. بصي بقى، بطلي اسلوبك المتسلق بتاع شجره اللبلاب اللي بتطلع على الحيطه يا سناء في بيتي. لبلاب؟
تقصدي يا رانيا؟ ما تبكيش يا زفتة. خلاص خلاص خلاص، وبعدين وبعدين راعوا نحن واقفين. لا لا لا، زرعة بتاعتي انا، بتاعتي انا، بقولك بتاعتي انا. لا بتاعتي انا، انا عايز اعرف بقى انت كنت كاتبه عليها اسمك. لا يا حبيبتي، بس زرعة دي خضرة، لكن انت زرعتك صفرة ودبلانه. بتاعتي انا اللي هاخدها. بقولك بتاعتي. سيبيها سيبيها يا جماعه، يا جماعه حرام عليك، حرام عليك. انا اللي هضربها. البيت كله خناق. هاتي هاتي بعد اذنك. في ايه في ايه يا ماما؟ عاجبك حماتك تاخدوا الزرعه بتاعتي؟ لا بقى انت كذوبه خالص، لان الزرعه دي بتاعتي انا. الزرعه بتاعتك انت ماتت من زمان وعايزه تستلقي الزرعه بتاعتي. يا حراميايا. انا حراميايا؟ ايوه حراميايا، انا حراميايا. بقولك يا حبيبتي، مامتي حراميايا يلي شبه شجره البلوط. انا بلوط يا بلوطه، انت عامله زي سجره التين الشوكي. التين الشوكي بس يا بلوطه. يا سلام، ما تزعليش مامتي. تقصدي يا رنا؟ والله العظيم، والله العظيم. بس بس بس، لو ما سكتوش هجيب لكم امن الجنينه. يا امن يا امن يا جنينه. يا رانيا رانيا يا رانيا، بس بقى بس بقى، مش عارفه انام من زنك. مش عارفه تنامي من زن انا ولا من زن ناموسي. انا مش فاهم ازاي نايمه في وسط الناموس ده كله وقرص وزنه ده. انا مش فاهم. يا عادل، اللي انت بتقوله ده عيب عليك يا عادل. كده اللي يسمعك يقول ايه وانت بتتكلم عن الناموس بالحاجات الوحشه دي؟ ده الناموس يا ابني بيعمل البشره الكويسه، بيعملوا ماسكات على البشره وبيجدد الدوره الدمويه في الجسم كله. انا بيجدد عندي الدوره الدمويه. انا بموت من العياط، هموت من العياط من كتر الناموس ومن كتر القرص اللي فيا. وصوت ايه ده كمان؟ ده ايه ده؟ ده صوت الضفادع. ده رومانسي وعاطفي في منتهى الرقه. والضفادع دي جت منين؟ إيه؟ هو انا ما قلتلكش؟ مش انا نزلت جبت 12 ضفدعة عشان انا قريت في كتاب من وفق زرعتين في الحلال ان الضفادع بيعمل نمو وتكاثر للزرع في البيت. تكاثر ايه اكتر من التكاثر اللي عندنا؟ ده احنا باب الشقه مش عارفين نفتحه من كتر الزرع. يا سلام. مش انا قلت لك يا هانم الباب بره مليان زرع ما بيتقفلش؟ يا سلام، هو ده اللي همكم؟ ها يا عالم، حرام عليكم. طبعا نايمين ومروقين ومزجين وفن، مش دارين بالناموس اللي قاعد يقرص فينا. لا نافع مع رش ولا نافع مع بح. يا عالم حرام عليكم. ناموس ناموس؟ ناموس لا، ولا ضفادع طالعه نازله السلالم وماليه العماره كلها. وغير ايه؟ لا لها شرقي ولا لها صاحب. وكي صوتها بقى، صوتها مش عارف انام. اي 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 طول الليل. يا ام ميرفا، تسيبك انت من الكلام ده كله. انت ازاي تدخلي علينا الجنينه هنا اهو من غير ما تقطعي تذكره؟ هي الجنينه دي ملهاش راجل ولا ايه؟ قلت لي بقى يا دولا، البيت بقى كله جنينه؟ بقى كله جنينه، والجنينه مقدور عليها. البيت بقى كله ناموس يا رمزي. دولا، هو كل القرص دون من ناموسه؟ ناموسي ايه يا اهبل؟ ده جيش ناموس. وقال لك يلا عادل سعيد اهو اهجم كله على القرص. ايه يا رمزي؟ معلش يا دولا، معلش والله. بس على فكره بقى دولا، اكيد اللي قرصك ده اكيد اكيد يعني ناموس. يا امال انا بقول ايه؟ قوم يلا قوم يلا من خلقتي. يلا قوم يلا من خلقتي. معلش يا دولا بقى بالناموس ده بقى، معلش. إيه لو سمحت يا عم، بتاع الزرع انت تعالى. نادي على مين يا بتاع الزرع دول؟ عايز اساله الزرعه بتاعت اللي في البازار ما زرعتش ليه يا عم؟ امور يا باشا. بعد اذنك يعني ابعد الزرع ده عني عشان مش ناقص ناموس زي ما انت شايف اهو. دي الزرع ده ما بيلمش ناموس. امال ايه يعني ما بيلمش ناموس؟ امال بيعمل ايه؟ دي زرع اصطناعي. اصطناعي اصطناعي، بيفكرني بالناموس برضو. بعيده عني. لو سمحت يا عم، هات لي واحده بس لو سمحت. دول ادفع له بقى 20 جنيه. 20 جنيه في زرع صناعي؟ امال لو طبيعي يبقى بكام؟ ده الطبيعي بيعدي يا بيه، ده توصل الواحده 50 جنيه. انت بتزعلي ليه؟ 50 جنيه؟ 50 جنيه 50 جنيه. طب واللي عنده مثلا كميه زرع حوالي 500 زرعه؟ 500 زرعه يا سواد السواد، ده ممكن يفتح بنك ائتمان زراعي ولا مشتل. انت ما بتزعلي ليه يا عم؟ بتزعل ليه؟ مشتل مشتل هو ده. 500 زرعة في 50 جنيه، حوالي 25,000 جنيه. يا دولة معاك 25,000 جنيه ومستخسر فيه 20 جنيه يا دولة؟ لا 20 جنيه مش قضية، بس هو الفكرة بتاعت المشتل، هي دي فكرة. ألا بقولك يا دولة، هو أنا الزرعة دي يعني بقى أسقيها كل 3 أيام؟ يا هبل يا هبل، زرع صناعي تسقيه كل 3 أيام؟ صناعي يا هبل، اسقيه كل ما يعطش. الله ينور عليك، ده أنا ما كنتش أعرف يا أخي.
ما تجيب 20 جنيه. اتفضل يا سيدي اتفضل، ادي ال 20 جنيه. ولا رمزي طلع لسانك، طلع لسانك. ايه ده دولة ده؟ اهم حاجه عرفت اسعار البضاعه اللي موجوده هنا ولا زي البازار؟ ايه ايش ما كنت عارفني. انت تعملي فيها فلاح؟ ما انا عشان عارفك، عارف ان انت هتبوظ كل حاجه. اهم حاجه يالا الزرع ده يخرب بيتك، يخرب بيتك. الزرع ناشف يالا، انت ما سقيتهوش بقالك يومين شكلك كده. ايه دول ما عادي يا عم، انا الزرع اللي عندي في البازار يا دول اللي شاريها من عند الراجل بقالي اسبوع يا عم، ما سقيتهاش ولسه خضره وما نفشتش. ما نفشتش ايه يا اهبل يا اهبل؟ الزرع اللي انت واخدها من الراجل دي بلاستيك، يعني اكيد الراجل سقاها قبل ما يبيعها لك يا اهبل. اه تصدق صح دي. ايه حبيبي في ايه؟ هو انت استحليت حكايه الزرع ولزقت فيها؟ معلش يا رانيا ما تزعليش نفسك، هو عادل كده بقاله كام يوم قلوده قلوده غتيت. يا حبيبتي يا رانيا. حبيبتي يا رانيا، متهيألي غريبة دي شوية سناء. لا لا ما خلاص، سيبيني حبيبي، احنا عملنا معاهدة سلام وعملنا تصالحات مع بعض وكده، احنا كلنا بنحب بعضنا، عشان كده مفيش داعي للزرع ده. مفيش داعي للزرع ده؟ لا بقول لكم ايه، انا الزرع دلوقتي ده بقى مشروعي، وبعدين الحمد لله خلاص ربنا قدرني ودفعت لكم ثمنه 5000 جنيه، عايزيني تاني؟ ما احنا ما اختلفناش يا عادل، عادي الزرع ده كنا جايبينه عشان مهمة معينة وخلصت، والحرب الحمد لله بقت سلام زي ما قالت مجيدة هانم. يا سلام، اعتبروني يا ستي من قوات حفظ السلام، بس الزرع ده مش هيمشي من هنا غير لما يتباع ان شاء الله، لان انا حاطط فيه كل فلوسي وكل ما املك. بس عادل عادل، الناموس اكل وشاتنا كلها. وشاتكم مفيش اي مشكلة عليها من الناموس، وخصوصا ان الناموس ده قرص وبيعتبر علاج، مش كده ولا يا رانيا؟ ايوه يا بيبي، بس انا مش بعرف انام من الاصوات. الضفادع طول ما هي قاعدة عمال تعمل اصوات غريبة. ما هي ضفادع، عايز الضفادع تقول سيو 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 سيو، ما معروفة الضفادع بتقول ايه. وبعدين الضفادع دي انا عاملها في مزرعة مخصوص عشان اصدرها لفرنسا، محل بيقدم الضفادع هناك اسمه الضفدعة البرية. مش معقولة يا عادل، البيت يتحول لمشتل، والرايح والجاي ورايح جاي، يخش ويدخل يخش ويدخل. ايوه فكرتيني بالنسبة للرايح واللي جاي. ولا رمزي ايوه دول، عملت اليافطة يالا بتاعت ان هنا مشتل والنبي؟ ايه من اول امبارح. طب كويس يالا كويس، عشان نبيع بقى ونكسب يالا. وعايز كمان بقى اعمل ترعة يالا ما بين الحمام والمطبخ، بس عايزك بقى في الترعة دي تختص فيها كل يوم كل يوم. ليه يا دولة؟ عشان يجيلك بالهرسة ونخلص منك يالا. مساء الخير. احسن نور. اهلا وسهلا بشار الزباين، هل تهي يلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا إيه. انا اسمي حسن، وانا جيت مخصوص انا وخطيبتي نعيمه عشان اشتري من المشتل بتاع زرعه الحب الصافي. يا سلام، زرعه الحب الصافي عينيا ليك. ولا رمزي ايوه يا عمدي. عايزك بسرعه تخش تحت الدولاب عندي، هتلاقي في زرعه صغيره كده اهو اسمها زرعه الحب الصافي، تصفيها من البذر اللي فيها وتجيبها على طول. عينيا يا عمدي، عايزينها تبقى خضره الارض اللي في الشمس. وعايزين كمان زرعه الزهور المتسلقه. زرعه الزهور المتسلقه، واضح ان ذوق حضرتك هايل. ولا رمزي ايوه يا عمدي، هتلاقي فوق الدولاب زرعه الزهور المتسلقه على الدولاب، هاتها قبل ما تطلع على الدور اللي فوق بسرعه. على يا حضرتك الحساب 100 جنيه. يا اهلا وسهلا. اهلا اتفضل. شكرا. بس لو سمحت كوبايه ماء ساقعه. قوي قوي عناية ليك. اتفضل اتفضل اتفضلوا. بنت رانيا ايوه يا حبيبتي. يقول لك رانيا يا غبي يا غبي. ايه يا عادل؟ رانيا عايزين كوبايه ميه واتنين ليمون لو سمحت. يا سلام، من عناية يا حبيبي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، منورين استاذ حسن واستاذه نعيمه. ادي الليمون وادي الميه يا بيبي، اشربوا بقى. الحمد لله وقع من فوق الدولاب. يا سلام، 25000 جنيه من زبون واحد بس يالا رمزي. يا بختك يا دولة يا بختك يا عم، انما انا بقى الزرعة دي قاعدة في قرابيزي محدش راضي يشتريها يا دولة. يا ابني اذا كان محدش راضي ياخدك انت فوق البيعة بتاعت الزرع كله، اعمل لك ايه؟ ما انت رجعت تاني يا رمزي، اعمل لك ايه؟ يلا يلا الحمد لله الحمد لله.
ايه ده؟ في ايه؟ انت اللي بعت الزرع للعيال دي؟ لا حضرتك مش انا، ده الواد ده. بس يا دول عنك انت يا عم، ما تقلقش يا دول، انا بقى ابن عمك رمزي هيشيل عنك كل القضية دول. بس وصيتك يا دول الزرعة دي والنبي. ها؟ خير يا عم. انت اللي بعت الزرع ده؟ لا مش انا، ده دول. هو ده اللي هيشيل عنك، واوعى وحوش. ماشي ماشي، انا هتصرف. خير حضرتك؟ انا عايز اعرف مين اللي باع الزرع للعيال دي. حضرتك انا اللي بعت الزرع لحسن ونعيمه. ايه اللي حصل؟ هات الفلوس احسن لك، وخد الزرع الدبلان بتاعك ده، انا محمله بره في 3 عربيات نقل موجودين تحت. حضرتك ليه بس؟ ايه اللي حصل يعني؟ انا بقى مش مجوز حسن لنعيمه. ليه يعني؟ هو عشان شغال مغنوات يعني؟ لا انا دي جي. حضرتك في ايه بس؟ هات الفلوس احسن لك. طب ما فيش امل بس يعني نصلح بين حسن ونعيمه؟ قلت لا، هات الفلوس. ماشي ماشي، حضرتك خد الفلوس، وممكن حضرتك كمان تاخد الزرعه دي فوق البيعه. ها؟ لا يا دوله، دي زرعتي يا دوله. يبقى خد الواد ده فوق الزرعه. يلا فوق معايا. يلا قدامي. الحاني يا عمي. يلا قدامي. يلا يلا مع الشيخ الغفر. يلا الاسبوع ده من السنين للسنين. عشان تعدوا بس الجمايل اللي عليكم، لولا شقه اختي اللي في اسكندريه كان زمانكم صيفتوا السنه دي في الحمام. ايه جريتون في يا طنط حياتك؟ عامله خير فينا يا طنط انعام؟ بتقلبيه شر وتزلي فينا ليه؟ ايه الشرف ان احنا نزلي فيكم؟ ده الخير كله ان احنا نزلي فيكم. ايه رايك بقى في الكاش مايو ده؟ يكنن يكنن يكنن. ده اللي انتوا فالحين فيه، كاش مايو؟ مفيش كاش ماني. ماما ماما، لقيتي الجردل والجاروح بتوعي. رانيا ما تنسيش يا حبيبتي تاخدي الجردل والجاروف والمقشة، عشان انا مش ناوية احط ايدي في اي حاجة في المصيف. سناء يا حبيبتي، المصيف ده يعتبر الاجازة السنوية ليا من اعمال المنزل. اعمال المنزل؟ لما تكوني قاعدة في بيتك في ملكك. ادي ده الجربوعات اللي بتكلموا دول. لا انتوا بتقولوا اي كومبلانش في الحياة يا حبيبتي. اما لو كنتوا شفتوا القصر بتاع بابا وماما اللي كنا بنصيف فيه، كان جوه البحر. كان كان فعل ماضي، اما تسيبه في حاله. تيت تيت. والماضي احنا مالنا وماله. انتوا انتوا بلديون جربوعات. بس بقى على فكرة أنا معايا مفتاح شاليه واحدة صاحبتي في الساحل الشمالي، بس مش عارفة هو مكانه فين. وإن شاء الله إحنا حننام في المفتاح ولا حننام في الشاليه يا ماما. أنا نازل بقى يا جماعة. رانيا ما تنسيش تبقي تحطي لي النظارة بتاعة المية دي، عشان أنت عارفة يعني الواحد بيحب يتفرج على الأحياء البحرية تحت المية. هتتفرج على الأحياء الشعبية إن شاء الله. وأنت فاكر نفسك هتصيف في الكاريبي؟ أنا على طول بحب أتفرج على الأحياء البحرية ما بغطس يعني. فاكرة آخر مرة صيفنا فيها؟ أيوة حبيبي، كنت في الإعدادية. بصرف النظر، مش لما غطست طلعت لكم معايا حلة محشي؟ على كده يومي حضرتك ما طبختيش يا طن. اسمعوا انا عايزه اقول لكم حاجه، عشان الهوانم اللي زي انا مش ممكن ابدا انها تطبخ. انا هقعد اخد بنسولاي في الشمس تحت الشمسيات. بصي، بعيدا عن الشمسيات والحاجات اللي انت بتقوليها دي، انا عايز اكون واضح معاكم من الاول. انا طالع الرحله دي معايا 500 جنيه. ال 500 جنيه دول هم اللي هيكفونا الاسبوع كله ويفضل منهم عشان مواصلات واحنا راجعين. ايه ده يا عادل؟ دي مش رحلة مصيف، دي رحلة تقشف. والله أنا قلت لكم الأول عشان تعملوا حسابكم. يلا سلام عليكم. إيه؟ 500 جنيه؟ أنا يا رمزي. يا رمزي مالك يالا؟ الحالة دول أنا خلاص بموت بموت يا دولة، كل حتة في جسمي بتوجعني. إيه اللي حصل؟ أجيب لك دكتور. إيه اللي بيوجعك بالظبط؟ هنا يا دولة بيوجعني. ده القلب يالا. ودي يا دولة. ده إيه اللي زايدة؟ وهنا يا دولة بيوجع. ده المخ. لا ده مش إشكال، ممكن تكون. يا دولة أنا بموت. يعني الحتة دي بتوجعك؟ لا دي مش بتوجعك؟ لا. ولا دي؟ لا يا دولة. طب دي؟ لا خالص. ورين صباعك اهو دول. ده صباعك هو اللي بيوجعك يا هبل. يا دولة صح، وانا ده بتاع الصبح ده اللي باب البازار زنق عليه. باب البازار؟ وانا اقول الباب مزرق ليه؟ لا 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 يا دولة بقى. لا لا خضتني يا اخي. وانا اتخضيت؟ ده انا قلت انا مت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا معلم تيتي؟ قلب عليك الدنيا يا عم عشان اديك فلوسك. معقوله كنت فين؟ اصل صحيت براحتي محدش صحاني. هما لون
دي اخر ليله ليا في الروقان. يا سلام يا معلم تيتي، عليك وعلى روقانك ولياليك. خلاص بح، مفيش روقان بعد كده. الجماعه جايين من المصيف النهارده. جايين من المصيف؟ اصل انا بعتبر المصيف ده فتره النقاهه للراجل مننا. صفر الحريم وعيش لوحدك في الهدوء والروقان، ولا غلط يا ابن اللذينة؟ دي فكره هايله قوي. يعني بتقعد تعمل ايه يعني وانت لوحدك؟ بتعيش براحتك لدماغك لذات نفسك، واللي ما بتعرفش تعمله حد موجود بتعرف تعمله ومحدش موجود، ولا غلط؟ الله الله على حكمة اليوم. لا دي طبق اليوم. إذ ربما بقى سافرت معاهم، خد عندك مرمطة، شيل وحط وخد وهات ودق الشماسي وانفخ العوامة. إلا انفخ العوامة دي، يعني بجد أكتر حاجة بتبقى صعبة جدا في المصيف. مرة جابولي اللي هي فردة الكاوتش بتاعت العربيات الكبيرة، عربيات النقل دي، قعدت انفخ فيها يا معلم لغاية ما اتنفخت. طب هاوي بقى وطلع الفلوس. اتفضل يا سيدي، ادي الفلوس بتاعتك اهي. أي خدمة معلم تيتي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. يا سلام، اللي ما تعرفش تعمله حد موجود تعرف تعمله ومحدش موجود. دولا ما يعني دولا ما قلتليش اعمل ايه في صباعي اللي طلع هو اللي بيوجعني ده. اللي انت كنتش عارف ان هو اللي بيوجعك. دولا بص يالا، عارف عادل ادهم؟ الله يرحمه، بحبه قوي. فاكر يالا لما كان بيقولك ايه؟ انا صباعي لو وجعني اقطعه مع الجوش. يا دولا فاكر. مش انت بتحبه قوي؟ قوي يا دولا. مش تعمل زيه ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الست تذاكر هم بتوع الديزل، انا مش هقدر اطلع معاكم، جايب لكم سته بس. لو ما معكش يا حبيبي حق التذكره انا في حالك. لا يا ماما ربنا يخليكي، بس انا عندي شغل مهم جدا. يا سلام، عندك شغل مهم جدا يا عادل؟ ما انت طول السنه بتشتغل، ما حبكتش يعني واحنا مسافرين. رانيا حبيبتي دي صفقه العمر. خلاص يا عادل، ما دام التسقيف بتاعك ده مش هيأثر على المصيفات بتاعتنا يبقى ربنا يفوقك. ربنا يفوقك ايه؟ على اساس ان مستور ربنا يوفقك. ربنا يخليكي يا حماتي. طب وال500 جنيه زي ما هم؟ زي ما هم يا حياتي. ونقعد 10 ايام مش اسبوع. يا سلام، دي بقى كل امنياتي. ويوم الحد تجنى يوم اجازتك. طبعا يا ماماتي. وينفع البس نظاره البحر بتاعتك؟ طبعا يا اعز بناتي. ابي عادل، وانا كمان عاوزه. بس بقى كفايه طلباتي. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، الميكروباص مستنيكي يوديكوا المحطه. توحشيني يا راني. بابا انا لابسه المايو تحت الهدوم عشان اول ما اروح انزل البحر على طول. برافو عليكي. برافو ياسمينة. يلا باي يلا باي 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 مين الغتيت اللي جاي دلوقتي ده؟ ايوه 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 دولا حبيبي. ايه دولا بقى يا عم؟ يا اخيرا بقينا لوحدينا يا دولا. بقينا لوحدينا على اساس ان انت معايا ولا ايه؟ ما طلعتش على الشغل ليه ده يا رمزي؟ ايه دولا بقى، ما هو هنا شغل بردك يا عم. انت مش قاعد لوحدك يعني؟ عايز اللي يطبخ لك واللي يكنس لك وكده يا دولا. الاول عايز حد يكنس لي ولا يمسح لي ولا اي حاجه. يلا ياض اطلع على البازار ياض. ايه اللي جابك يا؟ لا انت خاطر، اسيبك معايا هنا والحركات دي؟ لا. ليه دولا بس؟ ايه اللي هيحصل يا عم؟ يعني انا معقوله هفتن عليك مثلا ولا حاجه؟ طبعا انت طول عمرك بتفتن عليا. فاكر اي حاجه بتحصل في البازار مش كنت بتروح تقولها رانيا على طول؟ ايوه يا دولا، ما هي رانيا اللي كانت بتسالني. لا مش مضمون، انت ندل اصلا، انت النداله جواك يا ابني، جوه دمك. فاكر البت اللي قعدت تتحايل عليها سنه بحالها عشان تخرج معاك؟ يوم ما خرجت معاك رحت قلت لابوها؟ ايوه يا دولا، ما ابوها سالني يا دولا برضه. ما ممكن اي حد يسالك. يلا اطلع على البازار، اطلع على البازار. طب معلش جربني يا عم انا المره دي، وانا يا عم ليك عليا يعني. انا لا اسمع لا ارى. لا اسمع لا ارى لا افهم. حاضر. لا افهم دي انا ضامنها، اهم حاجه لا تسمع لا ترى. لا اسمع لا ارى خالص. ماشي. قشطة يا دولا عليك يا ابن عمي. يا حنين انت يا حنين.
جايب بوقتك معاك يلا ده انت مستعد يا ايه دول قلت ايه مش سامع اللي هي لا اسمع يعني طب فين لا ارى اهي دول كده لا ارى كده لا تسمع يا اخيرا اخيرا سريري يا بيت لوحدي انا والسرير انا وانت يا سريري دون عزول من الامس اهمس اليك وتهمس الي حتى نملا الدنيا بضجيج الهمس يا نهار ابيض ده انا هيطلع مني كميه اشعار يا خبر ابيض وانام براحتي ومحدش معايا انا وانت يا سريري من الامس ياه الواحد نام 3 ساعات كأنه نام 6 ساعات انا حاسس ان كان في حد بيقاسمني النومة دي ابدأ بقى مع الفراغ شوفهم وصلوا اسكندرية ولا لسه يا مزمزل انا ما سألتش الساعة كام انا عايز اعرف اسمي برضه هتقعد تقول الساعة كام بص بقى من الاخر انا معجب بيك وحضرتك مرتبطة طيب يا ستي ما ترغيش هتقعدي الساعه كام ما ولا بتكلم مين يا دولا لا 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 ده هي دولا اللي اتصلت بيا وقالت لي انا معجبه بيك وبتعاكسني هي اللي اتصلت بيك بتستهبل يالا الساعه اتصلت بيك انت بتستهبل ولا التليفون ده مكتوب باسمي يالا يعني هتقبض عليا انا يا عمي مكتوب باسمك ايه هو ابنك انت بتشوح عارف يالا يا رمزي لو استعملت السماعه دي حطيتها على ودنك اقطع لك ودنك دي ماشي بقى دولا دولا انت مش عايز تتغدى انت مش مفروض المسؤول هنا على الغدا وانت اللي قاعد هنا غصب عني عشان تغديني وتنظف وتعمل بص بقى رمزي حضر لك ايه بص يا دولا انا طلعت لك بقى من الثلاجه فراخ على كبده على لحمه على شويه سمك كده وجمبري وجبنه وبيض وفاصوليا وباميه وجبنه رومي اهم حاجه طلعت معاهم الفول لا جدع يا عشان نوفر صح يا صح انت جاي تخرب بيتي انا جاي تخرب بيتي ولا ارجع البازار انا مش عايز حد يساعدني هنا في البيت يا دولا لا ما انا مد التماثيل اجازه يا دولا ارجع البازار بقول لك بدل ما رفيدك خالص ارجع روح افتح الباب افتح الباب خد 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 تعالى ايه بتبرطم بتقول ايه ما بقولش بتبرطم بتقول ايه ما تقدر ترجع على بحس صباح الفل يا معلم صباح الجمال يا حته اتفضلوا معلمين اتفضل ادي يا فتله اول ما قلت لنا بقى ان البيت فاضي قلنا بس نيجي نكمل السهره عندك شرفوا معلمين ربنا يخليك اهم حاجه جدوا الافلام اكيد يا معلم جبنا لك فيلم 3 شورتيات في ورطه الله طب والفيلم بتاع الفيل صديقي ده جبته ايه يا معلم كله موجود صلاه النبي بس المفاجاه ايه بقى ايه ايه بقى ايه فيلم رعب ديل القط الله الله ده بتاع مين ده دي حته بتاع المخرج اللي هو اسمه سيفن نسبرجر يا سلام على السهره يا سلام على السهره ده على ايه فطل ده يا حيوان نعم نسبرجر جاهز اتفضل يا معلم ايه اللي جاب العيال دي هنا معلش يا دولا بص انا عزمتهم بقى واظن ان ده من حقي حقك جكسر حقوقك حقك يلا انت ليك حاجه في البيت ده كده دولا كده خدهم وطلعهم بره بدل ما تطردهم انا يلا دولا انا عايز بس اعرفهم الفرق ما بين مستواهم الاجتماعي ومستوايا الاجتماعي يا دولا انت مستواك الاجتماعي ما تصنفش اصلا خدهم وطلعهم طب دولا بص يعني هنتفرج على فيلم الفيل صديقي وهنمشي على طول الفيل صديقي في حاجه اسمها الفيل صديقي ده انت الحمار صديقك الغبي صديقك خدهم وطلعهم بره يلا يلا هنتفرج ونمشي يا دولا عقبال ما تريح انت شويه في الاوضه ماشي انا هخش الاوضه دلوقتي اريح هيتفرجوا شوية لمدة 10 دقايق وتاخدهم وتمشيهم بدل ما اطلع اتركوا انتوا التلاتة ماشي يا دولا في صديق وفين صباعك اهو يا دولا ده هو ده اللي بيوجعك؟ يا دولا اي 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 اعمل ايدك كده يا دولا اي اي استغفر الله العظيم خلصت منهم طلع لي زفت كتير رمزي يا سريري يا سريري دولا دولا ايه ده
مش تخبط قبل ما تخش يالا؟ يا عم ما تدوقش بقى يا عم، احنا شباب زي بعض. دولة بقى يا دولة بقى وتخبط نفسك. يخرب بيتا حسابك يا رامز تائل. عايز ايه؟ دولة انا عايزك تطلع دلوقتي بقى تشغل لنا الفيديو ده، علشان انا مش عارف اشغله علشان ما تزعجكش يا عم. ويا عم حسابك تائل ووفي يالا بتنفخ. طب انفخ مره تانية كده وانا اكتم لك نفسك اموتك. خلاص يا دولة معلش بقى. اموتك؟ ما انت ممكن تتنفس من مناخيرك يالا. انصح تعال. تعمل ليش اقلبخات؟ والله ما انا سيد. اللي اقول عليه يمشي يا فاهم؟ اللي اقول عليه يمشي. ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتستهبلوا بتجروا ورا بعض كده في الصلاه؟ مش تستنوا لما اجي العب معاكم يا جزمه انت هو. استنى بقى يا رامز. استاذ عادل احكم بينا. الولد تخين ده عايز يتفرج على فيلم الجزيره. الجزيره بتاعت احمد سقا. اه وقال هو قال ايه؟ عايز يتفرج لي على حين على ما تفرج. دول انا عايز اتفرج على حين على ما تفرج في الجزيره الاثنين مع بعض. بص هو شويه تتفرجوا عليهم وتتكلوا على الله. اتفرج على ربع ساعه من ده وربع ساعه من ده وامشوا على طول. ها ماشي يا دوله. طب بقول لك عندك اسرار البنات. تموت انت يا رمز في الحريم. ها انا هتفرج على الجزيره. لا اسرار البنات عين على ما تفرج. لا بس 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 ده انا حوش جايين قاعدين عندي في الماشي. انا هتصرف. انا مش هي دي الشرايط؟ انا هدب ايدي في الشنطه الشريط اللي يطلع اتفرجوا منه على شويه واتكلوا على الله. ماشي يا دول. طب دوله انت مش هتقعد تتفرج معانا؟ اتفرج معاكوا ايه يا ابني؟ انا عندي اشعاري وده يعتبر شغل بالنسبه لي، عايزه تركيز يعني. ماشي يا دول. مصارع حريمي اتفرجنا عليه هنا بسرعه. طب واشعارك يا دول؟ تولع الاشعار يلا بسرعه. ماشي يا دول. تخلي كده شويه ده بيتي اصلا يعني. دول يا حبيبي ما تجيب يا عم انت الهدوم بتاعتك اللي خلي الواد فتح اغسلان يا عم انت. وبعدين اغسل هدومي مع هدومكم عشان تطين زي ما هدومكم طينه كده. ايه يا ابني انتوا ما عندكوش بيوت ياض انت هو ولا لا؟ ما عندناش يا ريس. يا دول انت الخير والبركه يا عم. خلاص يا عم ايه؟ خلاص لا في خير ولا في بركه ومش عايزكم يا اخي في بيتي. يا اخي امشوا بقى يا اخي. دولا ما تطلع انت المصيف بعد كده وتسيبنا احنا هنا بقى براحتنا. ده عشان تخربوا بيتي زياده ما انتوا خربتوه. ما تفتح يا عم. ما تفتح بتبص على ايه؟ ما تفتح. افتح يا عم. حاضر حاضر. ايوه ايوه بكيا. احنا بتوع البكيا. لا متشكر يا حاج. شكرا مش عندنا اي حاجه تتباع. شكرا. وبعدين فين المعلم فتله؟ ايوه يا معلم امرني يا بابا. فين البضاعه يا عم اللي انت وعدت انك تبيعها لي؟ بعدين يا حاج. بعدين بعدين. وبعدين الاباجوره اللي انت بايعها لي دي قابض فلوسها ما بتنور. وريني الاباجوره دي. انا دافع فلوسها يا فندم. استنى الاباجوره دي بتاعتي. ايه ده انتوا بتبيعوا الحاجه اللي في البيت يا حراميه؟ يا عم بيت ايه يا عم؟ هو دي حاجات تافهه دوله. ده انا بفكر اغير الانتريه ده. الانتريه كمان. يا عم اطلع بره يلا اطلع بره يا حراميه. يلا بره يا حراميه بره. اطلع بره دوله. بص بقى انا كده كنت همشي يا دوله بس مستنيك انت اللي تطردني عشان يبقى عملت اللي عليا. انت مش عملت اللي عليك؟ تعالى لي بقى اعمل انا اللي عليا. ايه ده بتسرق بيتي؟ بتسرق بيتي يا حرام. اطلع بره بره. اشوفك هنا ولا في البازار. ماشي دول بره. ايه هتنفخ؟ يا ترى انت فين يا رانيا؟ يا رانيا وحشتينا يا رانيا. الله 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 ده البيت خرب. الو ايوه ماما. يا ماما انتوا اتاخرتوا او انتوا مش جايين ولا ايه يا ماما؟ ايه ده دي ما بقتش شقه، دي حطام وبقايا واطلال شقه كده. يا عادل كده تبهدل الشقه بالشكل ده يا عادل؟ معلش يا ماما انا اسف والله حقكم عليا. احنا غلطانين سيبناك في الشقه لوحدك.
خلاص ما تسيبونيش تاني، والنبي ما تسيبونيش تاني. ده حتى انا مش لاقي القطر بتاعي، عمال ادور عليه مش لاقياه، وكل العرايس اللي عندي ايديها مخلعه. هيبقى اكيد الواد فات لك كلب ولا كلب. ايه الوسخاتوس اللي انت عايش فيها دي، وايه الريحه الزبالاتوس اللي انا شماها دي؟ عايزه اقول لك حاجه، انا اعرف كويس قوي الريحه دي. ها رمزي، دي ريحه رمزي. رمزي كان هنا في الشقه يا عادل صح؟ الله يخيبك يا رمزي، مشي وساب ريحته. ده اكيد كان في حد هنا، ده حتى واضح جدا. وايه اخبار الصفقه اللي هتغير حياتك يا عادل؟ صراحه يعني يا اخوانا مفيش اي صفقه ولا حاجه. انا كنت متخيل نفسي ان انا لما اقعد لوحدي كده وبعيد عنكم هبقى مبسوط، بس انا بجد ما اتبسطتش. واحنا كمان ما انبسطناش، عشان بصراحه كان في حاجه كبيره قوي ناقصانا. فعلا، وانا كمان نسيت اجيب الام بي 3 بتاعي. وانا كمان ما اتبسطتش يا بابا، ده حتى البنات كلها كان باباهم بينزلهم الميه الا انا. معلش يا حبيبتي، ان شاء الله الصيف الجاي هاجي معاكوا وهنزلك الميه لغايه اما تشرقي. ايوه النبي عادل، ده احنا ملناش حس من غيرك. انتوا مالكوش حس، ده انتوا ما شاء الله حسكوا بيجيب اخر الدنيا. والله يا عادل ما كلينا سيره الا في الكلام عنك. اكيد في النميمه طبعا. ليه بتقول كده؟ والله كنت وحشنا يا عادل. انت اوحش. سامعه يا ماما؟ عاجبك طريقتي دي؟ اقول له وحشني يقول لي انت اوحش. جايز راجل بيهرج مع